بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في المحاضرة الأولى من ورشة تصميم جزء من مشهد لفيلم أفاتار. طبعا احنا كلنا شفنا المشهد اللي احنا أو الجزء اللي احنا هنصممه. طبعا هتكلم معاكم بالترتيب احنا نبدأ نعمل ايه، وبعد كده نبدأ نشتغل على طول في أول جزء. اول حاجه نبدا نعملها هنعمل الفلوتنج ايلاندز او الفلوتنج ماونتنز اللي هي الجبال المعلقه. بعد كده او بمعنى ادق الجبال المعلقه القريبه من الكاميرا دي هتبقى 3D، البعيده عن الكاميرا او الميد جراوند والباك جراوند دي هتبقى 2D. الانفايرمنت او البيئة المحيطة برضو نفس الموضوع، القريب من الكاميرا هيبقى 3D والبعيد عن الكاميرا هيبقى بالمات بينتينج بالفوتوشوب. بعد كده البوست برودكشن او اضافة بقية المؤثرات الفي اف اكس والفوجز والكلاودز والكلام ده كله والاتموسفير العام ده هيبقى في الافتر افكت، مش هيبقى في ممكن نعمله في الفيو، لكن او في بلجن جميل قوي نزل من شركة ايون المنتجة لفيو اسمه اوزون، تحفة بصراحة. بس طبعا كل ده هيتقل الريندر جدا واحنا نطلع من السينما، فالافضل ان احنا نعمل له فيك اتموسفير او نعمل له محاكاة في الافتر افكت. بعد كده او اسف، هي الخطوه اللي انا قلتها دي الخطوه الاخيره المفروض في الكومبوستنج، فخلوا دي قبلها. الخطوه دي خاصه ب دي خاصه ب ان احنا نعمل تكتشرنج للمودلز اللي احنا هنستخدمها. وفي عمليه التكتشر يمكن احنا هنستخدم البودي بينت سواء اليو في اديت او ال 3 دي بينت. كل الكلام ده ان شاء الله هنتكلم عليه في خلال الورك فلو بتاعنا في الورشة. نبدأ أول حاجة إن إحنا نظبط الشغل بتاعنا أو السيتنجز بتاعتنا بتاعت الفيديو. مبدئيا قبل ما نظبط الكلام ده عايز أوريكم بس الموضوع أو أفكركم بالموضوع بتاع الاستفسارات في جي اف اكس أكاديمي. الموضوع طبعا تم التعديل عليه، ان انا حطيت الروابط بتاعت فيو. هو مكتوب ان انا هستخدم فيو 9.5، فالرابط ده بتاع فيو 10 مش مشكلة. حتى فيو 10 كمان نازل معاه الاكسترا ديسك بتاعه، نازل معاه نباتات اضافية وبأوبجكتس اضافية لاندسكيبس ماتيريالز، نازل معاه كل الكلام ده كله. طبعا سينما 4D 11.5 او 12 مش هيفرق ده او ده، مفيش اي فرق خالص. اللينك ده لاصدار سينما 4D 12. طبعا افتر افكت سي اس 5، طبعا افتر افكت سي اس 5 طبعا في لينكات ماليه الدنيا. الفوتوشوب سي اس 5 برضو انا حطيت اللينك بتاعه، وده كمان للام اي اللي هو الميدل ايست. الوان بيرفكت ماسك يعني برنامج تحفه بصراحه، ده برضو انا حاطط اللينك بتاعه. طبعا في شكر بس انا حابب اقدمه لاخي الفاضل الاستاذ المصمم اليماني. هو طبعا السينما 4D من رفعه والفوتوشوب من رفعه، فله جزيل الشكر. وسحبنا الملفات على حسابنا الخاص على ميديا فاير في اكاديميه جي اف اكس اكاديمي دوت نت. بس انا حبيت افكركم بالموضوع، حبيت اعرفكم ان المشاركه اتعدل الصيغه بتاعتها، وحطينا اللينكات بتاعه البرامج اللي احنا هنستخدمها علشان ما نقعدش نلف. اي حاجه هتحتاجوها بلجنز خارجيه برامج مساعده كلها موجوده عندنا في الاكاديميه. طبعا كل اكاديميه ليها قسم خاص اسمه قسم البرامج والملحقات، ده هتلاقي فيه اي حاجه ان شاء الله. طيب نيجي نشوف هنا هنبدا نعمل ايه. اول حاجه هتبدا تعملها هتظبط الفيديو سيتنجز بتاعتك، هتروح لريندر سيتنجز، هروح لجنرال اتاكد ان انا على الفول ريندر، اروح لاوتبوت. طبعا البريسيت بتاعي الفيلم فيديو انا هشتغل اتش دي تي في. بصراحه المناسب لعمل زي ده تنزل تحت خالص عند اتش دي تي في، طبعا 1080 بس طبعا مساحه مهوله عشان تعمل ريندر عليها، مساحه 1920 في 1080 طبعا هتاخد وقت كبير جدا علشان نعمل الريندر بتاعها، فاحنا هنخلينا على الاقل منها شويه اللي هي 720 بي. بعد كده الفريم ريت بتاعي، الفريم ريت بتاعي لازم اتاكد هنا ان هو 29 97 او انه 30 عشان لما اروح في الافتر افكتس
ما اعملش كومبوزيشن الفريم ريت بتاعها مختلف عن الريندر اللي انا مطلعه، والا هنلاقي نتائج مش مرضيه. بعد كده في السيف اتاكد ان انا عامل مكان اسيف فيه الفايلات اللي هتطلع من الريندر، بس طبعا مش مستحب ان احنا نفعل مكان دلوقتي، والا كل تيست ريندر هنعمله هيطلع الملفات متسيفة. كل الكلام ده هرجع له تاني لما نيجي نتكلم ازاي لما نخرج من السينما للافتر افكت. بعد كده اروح للانتي الياس. طبعا انتي الياس معانا مهم جدا، انا صحيح قلت هنتجاوز عنه شويه، لكن مش هينفع نطلع الشغل من غير انتي الياس، بس طبعا مش هنرفع الاعدادات قوي، فهنخلي الانتي الياس هنخليه بيست. الفلتر مش هيبقى ستيل ايمج باعتبار ان ده هياخد مننا وقت ريندر طويل، وفي الاخر نتيجه الى حد ما مش مرضيه شويه، فهخلي الفلتر بتاعه بلند بحيث ان البلند يفتح لنا السوفتنس. طب انت لو انت مش عارف ايه هي السوفتنس، هو عامه السوفتنس هيدي بلر على الاطراف او على الحواف، هعمل رايت كليك واقول له شو هيلب. زي ما انت شايف ادي السوفتنس، لو انا عم كبرت لك الصوره دي هتلاقي ادي without anti alias. طبعا ده البال ان تي السي فلتر، وادي البيست انتي اليسنج. ده بالنسبه على فكره للسوفتنس. طبعا لو انت عايز يعني تعمل انتي الياس بمعنى كلمه انتي الياس، هتشتغل على الاريا انتي الياس، لكن انا يعني مش عايز اشتغل عليها. المفروض ان عمل زي ده يطلع بيها، لكن خلونا على حاجه من اتنين، يا اما البلند يا اما الكون. طب الكون اقل وقت ريندر فيه. تعال ناخد البلند. طبعا هتاخد البلند ما تخليش السموزنس 50، هتبقى عاليه قوي. خلاص ممكن ناخد الكون ونخلي السموزنس دي خليها ب 50 زي ما هي، لان لو 100 هتسيح الدنيا على بعضها، لو في اوبجكتس قريبه من بعضها الدنيا هتبوظ خالص. الثريش هولد اللي هي الدقه. تمام، طبعا الدقه كل ما بتقل عن العدد ده، كل ما الدقه بتقل عن العدد ده كل ما الانتي الياس بيكون مور اكيوريت، يعني بيبقى عالي قوي. طبعا الماين ليفل والماكس ليفل ما فيش مشكله فيهم، خلي الماكس ليفل ده 2، مش عايزين حاجه تبقى عاليه قوي. الثريش هولد خليه زي ما، او ممكن تخلي ده 4 والثريش هولد مثلا نخليها 25، يعني يا تقلل دي يا اما تزود دي. بعد كده في الاوبشنز اتاكد ان الري ديبث مثلا ب 6 والشادو ديبث ب 6 وريفليكشن ديبث ب 2، على اعتبار ان انا اخف وقت الريندر كتير. وعلى فكره الموضوع ده ملحوظ جدا، انا جربته مره واثنين وثلاثه و10، فعلا وقت ملحوظ لما بتقلل القيم دي. دي انت كده بتقلل من عمق الضوء، كده انت بتقلل من عدد الريفليكشنز على الاجسام، كده انت بتقلل من عمق اسقاط الظل على الاجسام. طبعا مش محتاج انا العدد اللي فات ده كله. بعد كده الديفولت لايت المفروض ان انا اعمله باوف، علشان لما اجي اعمل لايتس اتاكد ان هي بدون زياده، لكن انا هخليه باون باعتبار ان انا مش هشتغل لايتس في الوقت الحالي، لكن بعد كده هشتغل لايتس. وعلى فكره لينا وقفه طويله قوي مع اللايتس في البروجكت ده. بعد كده خلص حاجتك خالص واعمل كلوز. نيجي بعد كده لاعداد برنامج السينما نفسه عشان يديني اقوى او اكتر، يعني اطلع اللي عنده كله في عمليه الريندر. هروح لاديت بريفرنسز، واروح عندي هنا للريندرر. الريندرر اللي هو ده المعالج، طبعا المعالج ده اللي هو البروسيسور بتاعك، ما اقصدش ال 3 دي ريندر انجن بتاع السينما 4 دي، انا اقصد المعالج بتاعك انت. في عندك حاجه اسمها كاستم نمبر اوف ريندر ثريدز، معناها عدد عمليات المعالجه اللي بتتم في الاطار الواحد. خلي بالك او الناس اللي عندهم المالتي كور، او يعني اقصد بالمالتي كور دوال كور كواد كور 8 كورز وهكذا، لو انت علمت على دي وسبتها واحد كده انت بتقفل عمليه المالتي كور ريندرنج، يعني انت بتخلي كور واحد من البروسيسور بس اللي شغال والباقي كله واقف. لو انت سبتها خالص كده سينما 4 دي هو اللي هيحدد عدد النمبر اوف ثريدز او عدد عمليات المعالجه على حسب البروسيسور اللي عندك اوتوماتيك. لو انت زودت، انت هنا انا مثلا واحد من الناس هكتب 8 على اعتبار ان انا عندي كواد، فانا هكتب 8 بحيث ان انا اعمل مالتي بلاي ل
عملية الريندر. ما تقولش ان انا هعمل مالتي بلاي فارفع دي ل 16 و32، لا، لو رفعتها على زيادة عن الحد الدنيا هتقف معاك بطريقة مش لطيفة يعني. بعد كده في عندي الادابت ثريد بريورتي. يعني ايه ادابت ثريد بريورتي؟ معناها ان انا بقول للسينما 4 دي خد لي الماكسيمم من البروسيسور دخله لي في عملية الريندر بتاع السينما، بس خلي بالك ده هيقلل الشغل على البرامج التانية لو انت فاتح برنامجين او ثلاثة مع السينما 4 دي، اقفل الاختيار ده. ده بالنسبه للاعداد اللي انا عايز اعمله في عمليه الريندر. الاوبن جي ال ده عشان اعتمد على كارت الشاشه. في عندي الاهم قوي اللي هو التكتشر مود. طبعا النيرست معناها ان هو بياخد جوده التكتشر من اقرب بكسلات ليها. لو انا قلت له لينير بياخدها من اقرب جراديانت ليها. لو انا قلت له ميب او ام اي بي ماب، دي اعلى جوده للخامات. وطبعا انا في حاجه زي كده انا هحتاج دي. الانتي الياس، ما حدش يفتكر الانتي الياس دي في عمليه الريندر. انت لو رفعت الانتي الياس دي هو هنا هيعمل لك انتي الياس بس وانت في الفيو بورت مش في الريندر. طبعا هتقلك الدنيا شويه فانا هخليها بصفر. دي كانت الاعدادات اللي انا هبدا اشتغل بيها الورشه بتاعتي ان شاء الله. في الجزء اللي جاي نتكلم على بدايه انشاء الفلوتنج Islands.